الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. لازلنا نؤكد على انخراطنا في هذه المعركة التي يخوضها عمال وموظفو الحي الجامعي، والتي دامت معركتهم أكثر من سنة ونصف إلى حدود الآن، وإلى ما قلتش أنا سنتين. ثانيا، ما يثير الاستغراب في هذه المعركة هو أنه ملي كنقول هذه المعركة اللي دامت أكثر من سنتين، ما يثير الاستغراب أكثر هو صمت ديال هذه الأجهزة اللي راهي مسؤولة وعلى رأسهم عمالة إقليم الجديدة. هذا هو السؤال اللي تطرح، وبنفس الوقت يطرح سؤال موازي إلى جانبه: من يحمي هذا المدير من هذا البطش ديالو ومن هذه الممارسات اللامسؤولة التي يقوم بها في حق هذا الموظف والأعوان ديال الحي الجامعي بمدينة الجديدة؟ بمعنى أن ملي تنقول أن ملف مطلبي ولا مطالب عادلة ديال هذه الشريحة الاجتماعية ديال الموظفين، ولا زال الحدود الآن رغم مرور سنتين تقريبا ديال الزمان، ولم تتدخل العمالة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول على أرضية الملف المطلبي، وكذلك لم تتدخل العمالة لوقف مجموعة من الاتهامات اللي هي موجهة إلى هذا المسؤول هذا على هذا الحي الجامعي، من مثيل البيع في مجموعة ديال الخردوات ومجموعة ديال الشراجم ومجموعة ديال الآليات اللي هي ملك على مستوى كذا، علاوة على مجموعة الممارسات، وأيضا حتى التسجيل على مستوى ديال الحي الجامعي اللي كتطبعوا ديك المسألة ديال المحسوبية والزبونية، وكذلك باك صاحبي إلى غير ذلك. هذه مجموعة من الأمور اللي كان حري بهاد الناس هادو ديال أنهم يدخلوا من أجل أنه أولا ديال أنه يضغطوا على هاد السيد من أجل أنه يجلس يحاور هاد الناس على أرضية الملف المطلبي ديالهم العادل والمسؤول، وفي نفس الوقت حتى أنهم يفتحوا تحقيق في الادعاءات وفي مجموعة ديال التهم التي تكال لهاد السيد رئيس هاد المدير ديال الحي الجامعي. ثلاثة، وهذا هو اللي هو مهم بالنسبة لنا حنا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان، من هذا الموقع هذا ندعو السلطة القائمة المحلية على مستوى مدينة الجديدة إلى تحمل مسؤولياتها في ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول وآني وفوري على أرضية الملف المطلبي ديال هاد الناس هادو. ثانيا، نحمل كافة المسؤولية إلى عمالة إقليم الجديدة فيما قد ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، لأن يبدو على أن الوضع راه أصبح محتقنا بواحد الشكل اللي هو كبير، ويندير بمجموعة من التصعيدات التي سوف يخوضها العمال، وهذا حقهم المشروع كحق من حقوق ديال الاحتجاج والحق ديال الإضراب. وبالتالي من موقعنا نؤكد أننا سننخرط في هذه المعركة كما انخرطنا فيها منذ السنة الفارطة، ونؤكد على أننا ندعم ملف ديال هاد الناس بدون قيد وشرط أو شرط، وبالتالي نعلن على أن هذا التصعيد هذا سوف يستمر إلى غاية انتزاع مطالب ديالهم. طبعا راه الملف المطلبي ديال الإخوة راه هو واضح وعلى رأسه شعار اللي هو واضح، الملف المطلبي واحد. ثانيا، احترام العمل النقابي، لان الذي يبدو على ان هذا المدير مازال ما قدرش يستوعب على ان راه النقابيين راه شريك، راه ماشي جايين متطفلين عليه، او راه النقابيين راه شريك في التسيير وفي التنميه
وفي التشارك، راه هذا شعارات اللي كترفعها الدوله، وبالتالي هاد الناس الذين يبدو على انهم راه مازال من يعني المخلفات ديال البصري ومن المخلفات العهد البعيد مازال تيعقلوا على ديك العقليه، وبالتالي انا تنقول راه اصبح الان النقابي والعمل النقابي راه شريك في التنميه وشريك في مجموعه ديال يا مولاي مالك مخلوق دكالي وراسي مرفوع دكالي وراسي مرفوع ما بشري ما ببيوع دكالي وراسي مرفوع ما بشري ما ببيوع نقابي وراسي مرفوع ما بشري ما ببيوع دكالي وراسي مرفوع ما بشري ما ببيوع ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.